خرجوا الدراج مثلا ولاد الحومه الدراري عزاله، قلت لهم نعطيكم 6 ايام ودخلوا معايا لهاد الجنانات. قالوا لي حنا ندخل خالتي بوحدنا دي لبي غيدوي. ما نعستش نهار ثلاث قيل كيلعب هنا قيلتي حتى الاربعاء دبان هي الليله اللي كيقولوا سيمانه وقلت غير كدو ثلاث اللي قيل هنا كيلعب. وتخطفت العشيه عاد الولد ما باتش بتالك القلب مشي ديكلاري ملاح جديد ديكلاريت جيت بديت نبقى بيتك نقلب حتى الخمسة الصباح. الخمسة بقيت جالسة في الدرج كنتسنى ما دخلش ولدي. نط على السبعة مشيت نقلب مشيت للملاح الجديد مشيت للتروازيام قلت لهم ولدي شنو شنو قال لك مني وكاش هذا قلت له غير هاد الليلة اللي ما بانش ولدي. بقيت كنقلب تنقلب ولد الحومة كامل كتقلب معايا على تهليل. مشيت دارت شي 10 وليت مشيت للكوميسارية ديت لهم التصويرة وديت لهم راه باش يقلبوا لي عليه. فاش مشيت انا مازال كيديروا لي تحيات هما عيطوا لي قالوا لي راه لقيناه ميت. صافي سمعت داكشي في الكوميسارية شديت طاكسي صغير مشيت كنجري تبعوني البوليس. صافي ما خلاونيش ندخل نشوفو الولد راه مقتول ومجيف بلانطير بخيط ديال لانطير مجيف ومعلقو الحومة كلها كتبغيه كان. كاين هذاك الحرام ما عرفتوش من خرج لي هذاك ولد الحرام ما عرفتوش من جا من خرج باش طلع ولدي يقتله. حيت ولدي عذبو عذبو قسم له راسو على ثلاثة على ثلاثة الودنين ولا لو قد سطل زرق راسو كله وجهه كلها زرقة ما خلاش فيه في الراس ديالو دق عطيه للراس للراس علاش تكرفص عليه ديك التكرفصة كاملة. ولدي بريء 10 سنين شنو دار له داك الولد. حدا نهار الثلاث كيلعب حدايا تيطلعو يهبط كيقول لي دوزي غنسافرو دوزي ماما نمشيو نسافرو كنقولو حتى العشية كيقول لي واش غنمشيو في الكار ولا في التران تنقولو غنمشي في التران كيقول لي وصافي انت راه احسن ام عندي كيقول لي انت احسن ام وقاس كيلعب هنا تيلعب ما حتى العشيه صافي بقيت كنقلب الحومه كلها شافتني كنقلب على ولدي في الليل. الولاد اللي لقيتو كنقول لهم وليدي واش لقيتو واش كيقول حنا نقلبوا معاك سيري دخلي كنقول ما ندخلش تيجي ولدي حيت ماشي ولدي الاول بزاف اللي تكرفص عليهم بزاف اللي تكرفص عليهم ساكن في الحومه كيدوز عادي ما كي تقلب معاهم اه جالس كيقلب معايا وجبدوه ديك الساعه هو فجاو البوليس والناس تكجات حتى هو في وسط منه اه داير الجريمه وكيقلب اه بكل بروده طبيعي تيلبس ديما نقي ديما هذا وديما محسن وجهه مقاد حالته وصحيح خصوصا في هذه الحومه خص هذا الشيء ما يبقاش كنطلبوا بوسط يكون في الحومه الأحياء الشعبية ديما خصها بوسط البوليس كلشي تيبغي كلشي تيحماق كلشي تيبغي وسولي وحدة بوحدة تقول لك ولدي شكي مربي مأدب كلشي ناوية تنخدم كنمشي نخدم تنخليه في الدار مع خوتو كاين أختو كبيرة تتحضيهم تقابلهم كنمشي مطمئنة مع ولدي وكنهضر معاه في التليفون كيقول لي أنا كنتسناك فيك واش تجي عادي داكشي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.